الانتهاكات اللي قامت بها شرطة أمن ولاية مشيلة، تجاوزات لن تفوت على خير. هذو الناس حابين يخلطوا البلاد، هذو الناس يعطوا الأمر للشرطة ما يدخلوا فينا، حابين يخلطوا البلاد. والله ما تسلك على خير، والله ما أنا ساكتين، والله ما أنا متراجعين، والله ما أنا متراجعين خطوة. لو تحبس لي اليوم نوضك قدوة، تحبس لي إلى نوضك الهي، والله ما تقدر لي. خطرانش أنا مليون ونص، أنا مليون، أنا كامل الشعب الجزائري، والله ما تدلي جرام. الوقفة الاحتجاجية اللي نظمناها أمام مقر الولاية يوم 10 مارس أمام مقر الولاية كانت وقفة تاعنا سلمية وكانت منظمة بطريقة منظمة، لأننا كامل كنا معظمنا إطارات جامعية. تفاجئنا للأسف 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 نقولها ونكررها، تفاجئنا بالاعتداء الوحشي والقمعي لقوات الشرطة. وكاينة ملاحظة حبيت نطرق لها مليح، احنا كما كنا في النهار وما حبوش يدخلوا في النهار، دخلوا لينا في الليل في نص الليل على 10 تاع الليل. بعد ما تفضت الناس قاعد ضربوكم وحدنا ياود مش ضربوكم الامن بكل وحشيه وبكل بشاعه ضرب على مستوى الرجل. هنايا كنا عزل، كنا لا مستلقين على الارض، وقف هنايا في رجلي، وقف لي على رجلي هنايا منفوخه هذه كيما راها، وانا يكسروا علي ويحاولوا يرجعوها في قسم الشرطه. انا رجعوا لي رجلي خطرش كانت مكسوره، رجعوها لي بلاصتها هذه. وضربوكم في قسم الشرطه؟ ضربوني هنايا الوجه، هنا كنت نقول لهم ادوني للسبيطار، ضربوني هنايا وهنايا وضربني في ظهري. كانوا معظم خواتنا كانوا مسترقين على الارض وكانوا نايمين بهم الارهاق والتعب. والعدد تاع لابوليس كان العدد هائل، عدد كبير وهائل، وكانوا مدججين بالعصي. ضربوكم بالعصي؟ انا ضربوني، انا ضربني بالرونجاس بالحذاء تاعو. وين ضربوك؟ انا ضربني هنا الفخذي، راني ضربت تقدر تقول نمشي اعرج وما نقدرش نثني كراعي. ولما داوك الكوميساريه ومن بعد ذلك ضربوكم؟ انا ضربني ثاني شرطي، ضربني بالراس بالعصا، اغمي علي، تقاشيت اغمي علي، جات حمايه المدنيه هزتني داوني للسبيطار، وزادوا عاودوا الشرطه عاودوا رجعوني للامن الولائي، وقاموا بالتحقيق معنا وكذلك بالمعاملات الخشنه والسب والتطيح الكلام والكلام البذيء. للاسف معناتها احنا ما في حين احنا كنا نجري معاهم عادي. وضربه كانت خطيره، ضربه مطارق، ضربه برجليهم. ودرت ملف طبي تاعك؟ درت ملف طبي يثبت بلي راني راك عاجز. اليوم ما كنتش متراجعين على الحق العمل تاعكم. بعد هذه الضربه قدوه من ذاك عاودنا وقفنا، عاودنا هزينا رواحنا ورحنا وقفنا عند مقر الولايه وطالبنا ثلاث ايام وحنا نوقف، ومزلنا اليوم هذا مزلنا مصرين نكملوا الاحتجاج تاعنا والاعتصام تاعنا حتى ننالوا المطالب تاعنا. ما نسمعش فيه حقي، انا ما نقدرش نسمع فيه، انا نموت هنا من زي مره وحش، وما نسمعش فيه حقي. رجلي كسرها لي، دار الم كل ليله، بات نتالم، بات نتالم من رجلي هذا البلاط، ما قدرتوش، درتو كيما هكا ومن بعد نحيتو، ما قدرتش ما قدرتش. يا ميروش يا الفوات، لا جنة ما هي لباس، لا جنة ما هي لباس.